برشلونة يكتسح ختافي بنتيجة 4-0 ويضيق الخناق على ريال مدريد المتصدرة. برشلونة بعد مرور 26 جولة يمتلك من النقاط 57 نقطة، الآن هو في الوصافة بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي لديه مباراة غدا في الجولة 26 أمام نادي إشبيلية الصعبة. ريال مدريد بكرة مباراته صعبة للغاية أمام فريق دائما ما يسبب المتاعب لنادي ريال مدريد وللأندية الكبار حتى برشلونة وأتلتيكو مدريد، وأيضا المباراة صعبة لأن ريال مدريد لديه 8 غيابات، 8 لاعبين يعتبرون أساسيين في تشكيلة كارلو أنشيلوتي غائبين عن مباراة مهمة وصعبة أمام نادي إشبيلية. فرصة برشلونة ما زالت قائمة في تحقيق لقب الليغا الإسبانية والحفاظ عليها. برشلونة دائما ما يقدم مستويات رائعة في نهاية الموسم. الريال عندما يكون متصدر لترتيب الليغا ويكون ملاحقه نادي برشلونة ويضيق عليه الخناق، رأيناه في السنوات الأخيرة دائما ما يهدر النقاط. موسم صعب سيكون على ريال مدريد وعلى برشلونة، والحسم لن يكون إلا في الجولات الأخيرة، لكن أنتم شاركوني بالتعليقات واكتبوا لي من سيحسم اللقب بالنهاية، ريال مدريد أم برشلونة، ولا حنشوف جيرونا داخل على الخط؟ شاركوني بالتعليقات ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم، وتحياتي لكم.